بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السيد رئيس المؤتمر، سعادة السيد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، سعادة السيد مدير مكتب تنمية الاتصالات، الإخوة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الرئيس، اسمحوا لي بداية أن أعبر لكم عن أصدق مشاعر التهنئة بانتخابكم رئيساً للمؤتمر في دورته السادسة، ونيابة عن حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية، أود أن أتقدم بأصدق عبارات الشكر والتقدير لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على حسن وكرم الضيافة والحفاوة البالغة التي نحظى بها، وكذلك على حسن الترتيبات والإعداد لعقد هذا المؤتمر العالمي. كما أشكر لكم إتاحة الفرصة لي للتحدث أمام هذا الجمع الكريم لأضعكم في صورة آخر المستجدات والإنجازات حول قطاع الاتصالات في المملكة الأردنية الهاشمية. لقد دأبت المملكة الأردنية الهاشمية على المشاركة الفاعلة في أعمال ونشاطات الاتحاد الدولي للاتصالات، وبالأخص قطاع تنمية الاتصالات، وذلك في ظل إيمانها الراسخ بأهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في تطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأثير قراراته وتوصياته على هذا القطاع الهام والحيوي في العالم، وبالأخص في ظل قيادته الحكيمة خلال السنوات التي خلت. واسمحوا لي كذلك بأن أشيد بالدور الذي يلعبه مدير قطاع التنمية من خلال المبادرات الخلاقة التي يتبناها، والتعاون التام الذي يبديه مع كافة أقاليم العالم، وأطلب منكم أن نشد على يديه وندعمه. كما أؤكد على الدور الهام والحيوي للمكاتب الإقليمية في تنفيذ قرارات هذا المؤتمر ذات الصلة بأعمالها وخطة عمله، وأطلب منكم جميعاً الاستمرار في دعمها حتى تتمكن من الاستمرار بأداء دورها في أعمال الاتحاد. الإخوة الحضور، تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في تطوير بنية وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالأخص في ضوء التطور السريع والهائل الذي يشهده هذا القطاع، وشح الإمكانيات التي تواجه العديد من دول المنطقة في ظل الظروف الاقتصادية وانعكاسات الأوضاع السياسية على قدرتها على التخطيط السليم لتنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بلدانها تلبية لاحتياجات شعوبها وفي كافة المجالات ذات العلاقة. وأخص بالذكر دولة فلسطين، مما دفع المجموعة العربية بالتقدم لمؤتمركم الكريم بمشروع قرار يخص تحيين وتعديل القرار الخاص بتقديم الدعم التقني لفلسطين، والذي نطلب منكم دعمه وتأييده. الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أستعرض لكم وبشكل مختصر أهم الملامح الرئيسية التي صاحبت تطور وتنمية قطاع الاتصالات في المملكة الأردنية. في نهاية العام 2012 أقرت الحكومة وثيقة السياسة العامة المعمول بها حالياً، حيث ركزت على قضايا المنافسة الفعالة والاندماج من خلال تحقيق الأهداف التالية: إيجاد ظروف المنافسة الفعالة، ثانياً تعزيز النفاذ إلى الإنترنت، ثالثاً تحديث السياسة المتعلقة باستخدام وتخطيط الترددات، رابعاً الاندماج في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خامساً معالجة بعض القضايا الهامة المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات. الحضور الكريم، مما لا شك فيه أن المناقشات التي سيشهدها مؤتمرنا هذا ستأخذ الجدية اللازمة في تحديد أولويات تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ناهيك عن إسهامات الدول الأعضاء والشركاء في القطاع والتي ستكون موضع تقدير ورعاية. ختاماً، أشكر لكم حسن استماعكم، وأتمنى لكم ولهذا المؤتمر كل التوفيق والنجاح، ونحن نتطلع إلى المشاركة في الأفكار والخبرات معكم، يقيناً منا بالدور الذي يلعبه قطاع الاتصالات في دعم الاقتصاد الوطني لكل دولة وتحقيق اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً.